من الطبيعي أن يشترك الناس في أنحاء العالم في كثير من العادات المتشابهة في الأعياد، كما هو الحال بالنسبة إلى الصينيين والعرب. فمن الجانب الصيني، نحن الآن نحتفل بعيد العمال الذي يعد عيدا مشتركا لجميع العمال في العالم، كما هو عيد رسمي في الصين. ففي الصين تكافئ مختلف الأجهزة الحكومية والمنظمات الاجتماعية العمال البارزين بهذه المناسبات، وتنظم منصات التجارة الإلكترونية الكبرى عبر الإنترنت أو المتاجر الواقعية أنشطة ترويجية واسعة النطاق لتحفيز الاستهلاك بهذه المناسبات. فبالنسبة للموظفين والعمال، هناك فرصة قليلة لقضاء الإجازات والسفر في أيام الأعمال، فكثير من الناس يختارون السفر خلال عطلة عيد العمال، كما هو الحال للعيد الوطني في بداية أكتوبر. بالإضافة إلى الأعياد الرسمية، توجد في الصين كثير من الأعياد التقليدية ذات العادات الفريدة والمختلفة للاحتفال بها. على سبيل المثال، عيد ربيع الذي يعد أهم الأعياد التقليدية بالنسبة إلى الصينيين، فخلال عيد ربيع تقام أنشطة احتفالية مختلفة في أنحاء البلاد بأشكال متنوعة، مثل رقصات الأسد ورقصات التنين وزيارة معارض المعابد أو السهرة خلال ليلة رأس السنة وتناول عشاء جماعي وتحيات السنة الجديدة إلى آخره. وفي الوقت نفسه، مع تطور سريع للتجارة الإلكترونية، تنظم منصات التجارة الإلكترونية الكبرى أنشطة تسوق خلال الأعياد، فكثر ما اغتنم الناس هذه الفرصة لشراء البضائع التي تعجبهم بأسعار رخيصة نسبياً. على سبيل المثال، خلال عيد ربيع يختار كثير من الناس شراء سلع رأس السنة الجديدة عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى الانتظار في طابور لتسجيل المغادرة، ودون الاضطرار إلى حمل البضائع إلى بيوتهم بعد الشراء، بحيث يتحقق شراء سلع العام الجديد دون مغادرة المنازل. أما بالنسبة إلى الدول العربية، يتزامن عيد العمال الآن يعني في هذه السنة مع شهر رمضان. خلال شهر رمضان دائما ما اجتمعت كل عائلة عربية على الإفطار، ويقوم الناس من النوم متأخرين، وبعد الإفطار يشاهد أعضاء أسرة واحدة المسلسلات التلفزيونية معا، أو يسهرون مع الأصدقاء في المقاهي حتى السحور. وفي نفس الوقت رمضان هو أيضا شهر تسوق بالنسبة إلى العرب. سترتفع مبيعات المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية في الدول العربية بشكل كبير وملحوظ، خاصة قبل حوالي أسبوع من عيد الفطر، وتزيد مبيعات مختلفة سلع الأعياد في سوق بشكل كبير أيضا، وهي ذروة موسم المبيعات. كما سيتسوق العرب عبر الإنترنت خلال شهر رمضان، وستطلق بعض منصات التجارة الإلكترونية عروض رمضان ترويجية لتقديم خصومات على مجموعة متنوعة من السلع في الشرق الأوسط لترويج الاستهلاك. فيما يتعلق بأساليب الاحتفال بالعطلات، بالإضافة إلى زيارة الأقارب والأصدقاء وشراء ملابس جديدة والأهدية وطبخ طعام خاص وما على نحوها، يكون حماس المستهلكين في الصين والدول العربية مرتفعا، ويقومون بشراء العديد من المنتجات الاحتفالية الخاصة عبر الإنترنت أو في المتاجر الواقعية. العروض الترويجية للعطلات التي أطلقتها منصات التجارة الإلكترونية لها أيضا أسواق معينة في الصين والدول العربية.